مشاهدينا ومتابعينا الكرام، تتواصل التحديات والانطلاقات على أرضية هذا الميدان، حيث ينطلق شوطنا أيضا 14 المخصص لفئة الجعدان الصعوب. نتمنى التوفيق للجميع. مباشرة مع المركز الأول، معك يا أبو ثاني يا راعي السليماني. من يتقدم؟ مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي يتقدم على الصدارة، يتقدم على المركز الأول. أبو ثاني متقدم للجميع مع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني شاهين سهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي. المركز الثالث السيب بن علي بن عناد بن عبيد الخاطري ياتي على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من شهير عيد بن صير من قنور بن إرادة الكتبي يتقدم، وايضا الغادم اللي هو شاهين محمد بن راشد بن مرخان يقدم لنا شاهين. ولكن الناموس حاير، ولكن السليماني على المركز الاول. روح بوثاني مع الاداء الكبير اللي يقدم السليماني على المركز الاول وعلى مقدمة هذا الشوط بالأداء المميز. ولكن بن رشيد وسلمان بن علي بن سلطان بن رشيد غادم على المركز الثاني مع شعاره الكبير وشعاره المميز. غير 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 بن رشيد إلى المركز الأول، غير إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط. بن عناد غادم، والقادم أيضا بن مرخان. شوف محمد بن راشد بن مرخان يقدم لنا شاهين بهذا الانطلاق المتميز بالأداء المميز. ولكن البداية على الصدارة، البداية بن عناد. وصل الخاطري الشاعر بأبياته الجميلة يتغنى بهذا المسار مع المسار الأخير باللحظات الأخيرة. وين السلام؟ وين السلام بهذه اللحظات المميزة؟ الله يا التحدي الأخير، الله يا المسار الأخير الذي يحمل المنافسات. وبن رشيد وبن عناد، بن رشيد وبن عناد الأمتار الأخيرة. ولكن بن رشيد مع المركز الأول، مع شاهين أيضا سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد. المركز الثاني لبن عناد، المركز الثالث لبن مرخان. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تبغي دقيقتين وعشرين ثانية. تهانينا سلمان بن علي بن سلطان بن رشيد على هذا الفوز والانتصار وانتزاع المركز الأول. تهانينا والناموس الجميع. التوقيت 22 ثانية. مشاهدينا متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات والتحديات على أرضية هذا الميدان. تهانينا والناموس الجميع أيضا الفائزين وحظ أوفر الذين محرفهم الحظ. تهانينا والناموس الجميع، وشكرا مدير هذا الميدان مايد بن ثاني بن بليش الفلاسي، وشكرا لجميع اللجان القائمة على أرضية هذا الميدان. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.